أرحب بكم برنامجنا هذا سميرة سكتشن وأقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم راح أسوي لكم وصفة كلش طيبة إياها وكلش مهمة الناس كلها تعجبها. راح أسوي لكم مطبق السمك اللي يفيد لأوقات الصيام أو لمناسبات خاصة، إن شاء الله يعجبكم. There will be a short recap in English by end of this episode, which is going to be fish and rice mocked. Purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook. مختارات من فنون الطبخ. A baking journey. You can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. شيء راح أبدي أحضر الخلطة، أو هي تقريبا حسيت تقريبا مثل البيست مثل المعجون، حتى أتبل السمك الرز البصل كل شيء اللي راح نطبخه راح أتبله به. فهنا أنا عندي البهارات اللي راح أستعملها، عندي بهارات عادية 7 بهار، وعندي ملح ونومي بصرة طحناه ناعم كلش حتى يصير مثل البهارات. كاري نخلي هذه المواد في إناء مثل هذا، ولهذا راح أضيف زيت الزيتون وراح أضيف معجون التمر. الخلطة راح تكون كلش طيبة وراح تنطينا نكهة كلش طيبة لتتبيلة السمك والرز وكل الأشياء اللي راح نستعملها. راح نخلطها كل زين، طبعا الريحة إلى درجة طيبة، وها هي الخلطة اللي راح نستعملها. هسه راح احضر السمك. طبعا قطعت السمك بقطع مثل هذه، احجام مثل هذه، حتى تكون سهله من نرتبها بالمعون، حتى سهله همين انا واحد ياخذ له قطعه واحده. وطبعا دا استعمل هنا والاي فيش، تقدرون تستعملون اي سمك اللي يعجبكم، بس هذا يعجبني لانه ما بي عظم هوايه، ما بي ريحه هوايه، مو زنخيه، سو كلش يعجبنا هذا النوع من الفيش. اول شيء راح ملح الفيش كله من الجهتين حتى يتبل بالملح أول شيء. وأنا دائما أفضل الفش يكون فلي بلا جلد، لأنه الجلد هو اللي ينطي الزناخة للسمك. هنا أنا عندي طحين خليته بإناء مثل هذا، راح ألوثه كله بالطحين راح نصفه بالصينية. راح نتركه لمدة 10 دقائق على ما نحضر الرز والبصل والأشياء الأخرى. راح نبدأ أول شيء راح نطبخ التمن أو الرز. أول شيء هنا أنا عندي زيت حمى كل الزين، راح أضيف الشعرية وراح أقليها إلى أن يحمر لونها. قلينا الشعرية، شوفون شلون صار لونها جولدن ذهبية. هسه راح نضيف الرز اللي غسلناه، صفينا المي. نحرك، أضيف تقريبا كاشوقة إلى كاشوقتين من الصلصة اللي حضرناها مثلنا. نحرك نضيف الملح والملح، ما راح نضيف كل كمية المي اللي نحتاجها لطبخ التمن، لأنه راح نضيف بعد مي بعدين ورا ما نرتب كل شيء سوا. راح نطبخ التمن تقريبا 3/4، 75% يكون مطبوخ بس، ونكمل طبخه بعدين. نتركه إلى أن يغلي ونغطيه، نهدي الحرارة ونتركه إلى أن ينطبخ ونتخلص من كل المي اللي موجود منه. على المدى ننتظر على التمن دا يصير نطبخ البصل. هنا أنا عندي زيت حميته كل الزين، دسيت البصل على شكل شرائح، وطبعا تشوفون الكمية هواية إياها، بس هسه من ينطبخ راح تصير كميته أقل. راح نحمس البصل إلى أن يلين كل الزين ويتحول لونه إلى بني كارملايز حتى يكون طعمه كل شيء. شوفون البصل شلون كارملايز. هسه راح أخلي الثوم ونحمس الثوم والبصل دقيقة لوك.
راح نخليه تقريبا خاشوقة الى خاشقتين من الخلطة اللي سويناها، ونحمل البصل ويا البهارات لمدة دقيقة طبعا. حولت البصل الى اناء مثل هذا، وبنفس المقلاة حتى ما نغسل المواعين هواية راح اقلي الفش. نقلي لمدة تقريبا دقيقتين الى ثلاثة من كل جهة، ما يطول هواية طبعا، حسب نوع السمك، حسب السمك مالته، اذا بيه عظم اذا بيه جلد طبعا تختلف ذاك الوقت الفترة الطبخ. السمك انقلى كل زين انطبخ، نشيله ونخليه بالصينية. هسه كل الأشياء اللي نحتاجها حتى نحضر طبق السمك حاضرة إياها. الرز حضر، التمن تقريبا انطبخ تقريبا 80%، البصل حاضر، السمك قليناه. هسه قبل ما نبدي نصف كل الأشياء بالجدرية، عندي هنا أنا السمك لانه بعدنا ما تبلنا، فبهاي الخلطه راح ابرشه بقليل من هذه الخلطه حتى ينطينا نكهه كلش طيبه. هسه راح نبدي نصف كل المواد اللي راح نستعملها لمطبق السمك. راح اخلي نصف كميه السمك بقعر الجدر هذا، طبعا نتاكد انه الجدر يكون نوعيه زينه حتى من نقلبه ما راح يلزق. بس راح نخلي نصف كمية البصل والخلطة اللي خليناها طبخناها به. نوزعها وراح نضيف نص كمية التمن فوقها. نكبسه كل زين حتى ينطينا هذا مرتب، وراح نعيد نفس الطبقات سمك بصل وتمن. صفينا الاشياء كلها اللي نحتاجها هنا. طبعا مثل ما قلنا احنا من طبخنا التمن والرز طبخنا تقريبا 80%، فهنا خليت تقريبا نص كوب مي خليته بنفس الكاسه اللي سوينا بها الصلصه او البهارات كلها. وحتى نستعمل هذه البهارات كلها راح نخليها فوق التمن، وراح نرجع نغطيه طبعا ونرجع الجدر على النار. نكمل طبخه على حراره هادئه كلش لمده 10 الى 12 دقيقه الى ان ينضج تماما. هسه حاضرين حتى نقدم المطبق. شوفوا شلون منظر حلو كلش، طبعا الريحة إلى درجة طيبة. راح نزينه بقليل من اللوز وشوية كشمش، وهسه المطبق حاضر يا حتى نقدمه.
وهات كانت وصفتنا اليوم. وصفتنا اليوم طبعا تشوفون شلون منظر حلو كلش وريحه كلش طيبه، مطبق السمك بطريقه كلش كلش سهله بصراحه وما تاخذ وقت هوايه، وان شاء الله تعجبكم. لا تنسون ان تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الاسابيع القادمه. سبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل، لايك ماي فيديوز، فولو مي ان انستغرام، فيسبوك اند تيك توك. Recap for today's episode. Today's episode I made fish and rice mold, مطبق سمك. First of all, I made the paste in a bowl. I mixed the spices, curry, salt, and numi basra, and then I added olive oil and tamarind paste and mixed well. I seasoned the fish with some salt, coat both sides with flour. To cook the rice, I heated some oil, add vermicelli noodles, fry until brown, added washed, drained rice, stir gently. Then I added 3 cups of water, salt, and 1 tablespoon of paste. Bring mixture to a boil, reduce heat, cover, simmer for 8 to 10 minutes or until almost tender. Set aside. I heated some oil in a large skillet, added the sliced onion, saute until soft, cook for 7 to 8 minutes until caramelized. Then I added the garlic, saute for 1 minute, added some more paste and stir and set aside. I heated some oil in the same skillet and cooked the fish on both sides until tender. Brush with some paste. To assemble, brush pot with some oil. Place some fish fillet as first layer. Added some onion on top. Then half amount of cooked rice. Repeat with more layers. Press down. Then poured about half cup of water over the rice, cover and simmer over low heat for 8 to 10 minutes or until tender. I unmold the rice dish over platter, garnish with fried raisins and almonds and serve.